مؤسس الجزائر الحديثة وأول من قاوم الاستعمار، نفي إلى دمشق وكاد أن يصبح ملكا على سوريا. قاتله الفرنسيون ثم كرموه، بايعه الجزائريون وكرمته السلطة العثمانية والفاتيكان، وصفه الغرب بملك السلام، وسجل اسمه في حقبة الشتات العربي. عبد القادر الجزائري أمير الجزائر القوي. من هو الأمير عبد القادر؟ ولد عبد القادر عام 1807 في قرية القيطنة بولاية وهران الجزائرية، ليكون الابن الثالث لسيدي محي الدين شيخ الطريقة الصوفية القادرية. تلقى تعليمه الأول على يد أبيه، وكان تعليما دينيا صوفيا، فأجاد القراءة والكتابة وهو بسن الخامسة. وعندما بلغ 12 من عمره نال الإجازة في تفسير القرآن والحديث النبوي، ثم انتقل لوهران ليكمل تعليمه على يد عدد من الشيوخ الكبار وتعمق في الفقه هنا، كما طالع كتب الفلسفة والحساب والجغرافيا ليعود لبلدته وهو بعمر 15. فزوجه والده من ابنة عمه لالا خيرة، ومن ثم انطلق مع والده في رحلة قيادة الجزائر. قائد المقاومة. عام 1830 احتلت فرنسا الجزائر، وبدأت حركات المقاومة بالانطلاق لمواجهة المستعمر، واتفق الكثيرون حينها على مبايعة والد عبد القادر. وبعدما خاضوا العديد من المعارك بقيادة عبد القادر، اعتذر والده عن القيادة واقترح ابنه بدلا عنه وهو في سن 24 ليبايعه الجزائريون في الغرب، واقترحوا عليه أن يكون سلطانا، إلا أنه اختار لقب الأمير. فاتجه بعدها إلى منطقة معسكر ودعا الناس للانضباط والجهاد، ومن ثم أرسل رسائل لبقية القبائل التي لم تبايع. وبعد عدة أشهر بايعته أغلب القبائل الجزائرية ليكون قائد المقاومة في الجزائر. المقاوم. بعدما بايعه الجزائريون عام 1832 شكل عبد القادر حكومته ووضع حجر الأساس للدولة الجزائرية الحديثة، ليقوم بعدها بجمع المتطوعين وتأسيس جيش قوي أطلق عليه اسم الجيش المحمدي، والذي سرعان ما دخل بمعارك طاحنة مع الفرنسيين لم يخسر فيها أبدا. وفي فبراير من عام 1834 أرغم قائد الجيش الفرنسي في وهران على عقد اتفاق هدنة معه نصت على سلطته في منطقة الغرب الجزائري، إلا أن الفرنسيين لم يلتزموا بالاتفاق ليواجههم من جديد ويجبرهم على المفاوضة، ليوقع اتفاقا جديدا معهم اعترفوا من خلاله بسيادته على المنطقة الغربية والوسطى للجزائر. إلا أن الفرنسيين كرروا الفروقات وانتهجوا هذه المرة سياسة الأرض المحروقة، مستعملين أبشع الأساليب في قتل المدنيين وحرق المدن والقرى المساندة للأمير عبد القادر، معلنة بذلك الحرب عليه بالكامل. وعبر تلك السياسة نجحوا بالسيطرة على المدن والمراكز العسكرية التابعة لجيشه، ما أجبره على شن حرب عصابات ضدهم. ومع استمرار المعارك والضغط الفرنسي أجبر على اللجوء إلى المغرب الأقصى، ليهدد الفرنسيون باحتلال المغرب، ما أجبره على الاستسلام لهم مقابل الأمان عام 1847. إلا أنهم نقضوا الاتفاق من جديد واعتقلوا، يزج بالسجن في مدينة بو الفرنسية بعدما خاض 116 معركة ضدهم كبدهم فيها الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد، والتف حوله جميع الجزائريين. إلى دمشق. بقي في السجن لسنوات حتى قرر نابليون الثالث إطلاق سراحه عام 1852 مع منعه من العودة للجزائر، ليسافر إلى تركيا ويؤسس علاقات قوية مع الدولة العثمانية. ومع حلول عام 1855 انتقل إلى دمشق واستقر فيها، لتوضع له مكانة خاصة في دمشق باعتباره زعيما سياسيا ودينيا، وكانت شهرته قد سبقته إلى دمشق، فكان له دور بارز في الحياة السياسية والعلمية. وبعدها بخمسة أعوام اندلعت فتنة بين المسلمين والمسيحيين في دمشق، لعب فيها دور المصلح بين الطرفين، حيث احتضن في منازله أكثر من 15,000 مسيحي، وقاد الصلحة بين الطرفين ليجنب البلاد حربا وصراعا طائفيا كبيرا. تحول عقب ذلك إلى محط أنظار العالم، وحاز على العديد من الأوسمة من العثمانيين والفرنسيين وغيرهم. وفي ذات الوقت وجد فيه الجميع الرجل الذي سيقود العرب،
لتعرض عليه فرنسا إنشاء إمبراطورية عربية تمتد من شمال بلاد الشام وحتى قطاع عكا، ويكون هو ملكا عليها، إلا أنه رفض واعتبره مشروعا استعماريا لا أكثر. عادت المحاولات من جديد بعدها بسنوات من قبل بريطانيا بتنصيبه ملكا على العرب وخروج فرنسا من الجزائر، إلا أنه رفض مجددا وأكد أن الجزائر ستتحرر لا محالة. عام 1877 اتفق المطالبون باستقلال سوريا، وبدأوا بعقد المؤتمرات السرية بعد الهزائم العثمانية، مقترحين فصل البلاد عن العثمانيين وتنصيب الأمير عبد القادر ملكا عليها، إلا أنه لم يتحمس للفكرة وأصر على ضرورة إبقاء الصلة بالعثمانيين، ليرفض بذلك كل العروض التي قدمت له رغم مآثره الخالدة وبطولاته في الجزائر. توفي عبد القادر الجزائري في 26 من مايو عام 1883 عن عمر ناهز 76 عاما، ليدفن في حي الصالحية الدمشقي بجوار الشيخ ابن عربي تنفيذا لوصيته. وبعد استقلال الجزائر بأعوام نقل جثمانه للجزائر عام 1965 ليدفن في المقبرة العليا. ورغم مرور أكثر من 100 عام على وفاته، لا يزال يذكره الجزائريون والعالم أجمع على أنه أول من قاوم الاستعمار ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.